السلام عليكم. واحد الحالة إنسانية ديال واحد السيدة مسكينة، مابقاتش كتنوض، جالسة هنايا في الدار مسكينة بوحدها تقريبا عام ونص دابا ما شافتش الزنقة، ما كتخرج ما كتدرج. هاد السيدة هادي بدات حياتها مسكينة، كانت في الأول زادت شوية، كانت كتمشي شوية ماشي ما كتمشيش، ولكن الحالة ديالها غدا وكتدهور نهار على نهار، حتى وقع لها بحال تقولوا السمنة، بدات كتقال. ملي بدات كتقال اش نقول لكم، ما ولات كتخرج بعكاز، كتكع على الحيط باش كتخرج، بزاف ديال الحوايج شويه عدمت كاع في خطره، صافي مابقاش كتخرج من الدار. وجا هذا الغرد، هذا الغرد اللي خايب كاع شويه، رجليها بداو كيتنفخوا كما كتشوفوا، ما كانوش بحال ما هكا، هذه الحاله ما كانتش فيها، رجليها بداو كيتنفخوا. صافي شويه عاوتاني، صافي ما بقاش كتخرج، بقات في الدار، صافي بقات في الدار الدار الدار. حتى الاخ ديالها عندها شنقول لك، الاخ ديالها وعندها اخت ديالها وعند الاب ديالها، والاب ديالها تقريبا العمر ديالو شي 80 سنه ما كيقدش عليها. الاخت ديالها هي عندها ظروف ديالها خاصه، الظروف ديالها مسكينه، كان راجلها خدام حتى هو مسكين، ماشي شي خدمه سيكيريتي، كانت هي غاديه مع الوقت شويه، راجلها السكر حتى هي ضرب ليه النص، ولات خارجه مسكينه كتخدم في الميناج، النهار ديال الروبو ديالها هو اللي كتجي كتشوفها فيه وكتصيق وكتمسح عليها وكتقاد. والاخ ديالها حتى هو مجوج وعنده ظروف ديالو، كيجي عنده مسكين، يقدر يجي مع 4 الصباح، يقدر يجي المهم هو الصباح والعشيه كيجي عندها، ولكن الا طاحت ولا شي حاجه يعيطوا عليه مع 4 الصباح، مع 3، مع 2، مسكين كيجي كيهزها، الا ما هزاش هو ما كاينش اللي يهزها، ما يعرفوش ليها بعدا. واش نقول لكم، حاله حاله يرثى لها، يرثى لها بزاف. ولكن هاد 3 شهور، هاد 3 شهور الاخرى، شو رجليها كيولاو، شوفوا على الحاله، كي رجليها كيولاو، هاد الحاله اللي وصلت لها. ام ديالها مسكينه راه ميته، راه خلات عندها تقريبا، سولوا الاخت ديالها غادي نسولها، تقريبا اختي شحال امها شحال خلات عندها من عام؟ خلات حتى شي 8 سنين. 8 سنين كيما خلات، كانت كتقول لك 8 سنين خلات عندها، وما كانتش كتمشي. لا شكون اختك ما كانتش كتمشي شويه، كانت كتمشي شويه. ها انتم كيما كتشوفوا، هاي الحاله ديالها مسكينه، الحاله ديالها. ساعتها كنتي كتمشي شويه في الصغر، شويه كنتي كتمشي شويه وصافي، كانت كتمشي عدة ثقيله. ودابا اش كتحسي رجلك، رجلك اش كتحسي بهم؟ واش نخر؟ واير ماي الظروف، اش نقول لكم، الظروف الماديه، اش نقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. كيزكو كيتنعس 15 يوم سيمانه، كيخرجوا كيقول صافي تبعوا له الدواء، كيعطونا واحد البوماده كيقول كيديروا عليها، كدهنوا عليها، كيقول دير لها فاطمه صافي، ما كيعطيونا حتى شي حاجه اخرى. ومسكينه دابا، هو دابا خوها مسكين دابا عنده الكرهنه، وعندو الكرا في دارو، كيخلصو ليه، كيخلص الكرا هنا وكيخلص الكرا في دارو. قال لها بيت ما كيقبلوش. قال لك الجيران كيقول لك لا معاقه ومريضه وعندها لوازين بزاف، ما نقبلوهاش. كيبغيو يمشيو، قال دابا كيبغيو يمشيو، دابا ما استطاعتوش هو باش يكري لها بوحدها عليها بارطمون ولا شي حاجه. ولكن الناس وخويا مسكين، ولكن مسكين ملي كيمشي دابا كيقلب على الكرا، كيقلب عليه، وملي كيلقى بيت باش يسكنها فيه الجيران ما كيتقبلوهاش، لان كاينه الريحه، كاينه الاعاقه، يبغي يعومها، يبغي بزاف الحوايج، الطواليت مشروكه، بزاف الحوايج. وما تنقول لك، ما دابا هي مسكينه اش كطلب، كطلب مسكينه عاد تعالج، مسكينه هاد الرجلين هادو يتعالجوا ليها، وتضعف شويه هي وتخرج كيفا كيف الناس. اش غنقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله وحق الله. دابا بغيتي تهدي الصمله وتقالت بزاف، تمنيتي تخرجي حتى عتيقه حتى هي تخرجي وتمشاي نتمشى
كما كتشوفوا حتى الهضره ديالها مسكينه، الهضره تقالت عندها مسكينه، وهاد الهضره راه ماشي من دابا، هي مسكينه من صغرها الهضره عندها شويه ثقيله وهاداك الشيء، ولكن كتحمد الله وكتشكر الحاجه اللي كتطلب من الله سبحانه وتعالى ثم المحسنين، انها مسكينه عاد تعالج هاد الرجلين، حتى هاد الرجلين تزادوا عليها هاد الحاله، يا عمرها مسكينه قالت شي حاجه، ولكن من رجلها وصلت لهاد الحاله صافي كما كنقولوا والو مسكينه بغات عاد صحيحتها. قولي لي يلاه انتم كتشوفوا كل شيء و بغات عاد صحيحتها مسكينه عاد تمشى وتنقص علينا من العذاب، حنا حنا كنتعذبوا لا خويا ولا انا ولا الوالد، والد عنده 80 عام مسكين ما عندوش صحه ليها. صح قولي لي يلاه انتم سمعتوا هذا الشيء اللي كاين، وكنتمنى من الله هذا الشيء يوصل لشي محسن ولا شي واحد اللي يشوف الحاله. السلام عليكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيلبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.